السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنكمل في مادة الفاندمنتال بي مع شابتر 23 Body Mechanism and Positioning and Moving. Body Mechanism يعني آليات الجسم، كيف الوقف الصحيح، الإشي الصحيح، الأشياء الصحية 100%. البوزيشنينج اللي هي من بوزيشن، الوضعيات اللي هنتعرف عليها، والموفينج الحركة. تمام. Inactivity يعني عدم الحركة leads to تؤدي إلى deterioration، تدهور وتدمر الصحة الهيلث. هذا كلام معروف. Multiple complication، في عندك عدة مضاعفات كان كتير ممكن تحدث among people، بين الناس، with limited activity اللي عندهم قلة في الحركة and movement، قلة الأنشطة والحركة. فالعديد من المضاعفات بتصير عند الناس اللي حركتهم قليلة وإيش وأنشطتهم قليلة. The consequence of inactivity، تسلسل قلة الأنشطة وعدم الحركة، are collectively referred to as disuse syndrome. يعني تسلسل الـ inactivity، تمام، are collectively يسموه أو يشير إلى المصطلح disuse syndrome. إيش هي الـ disuse syndrome؟ محطها بخط غامق، يعني مهمة، تعريف مهم. هي sign and symptom that result from inactivity. إذا consequence، تسلسل الـ inactivity، صار معك عدم حركة، قلة أنشطة، تسلسل، جمعناها. تمام. هذا بسموه مصطلح disuse. dis خدناها أعتقد قيم توجيهي بالإنجليش، اللي هو بيصير سوء استخدام، disuse سوء استخدام، أو disuse syndrome يعني syndrome بسبب سوء استخدام أو قلة الأنشطة. بين قوسين قال لك هي علامات ناتجة من قلة الحركة أو قلة الأنشطة. nursing care activities، nursing care activities الأنشطة بتاعت عيادة التمريض، زي إيش؟ ال positioning الوضعيات and moving client. فأنا كنيرس بدي أعمل كير، عناية في الأنشطة زي الوضعيات بتاعت المريض، الحركة للمرضى. هي reduce بتقلل ال potential of this disuse syndrome. فأنا لما أهتم بالحركة والأنشطة بتقلل ال disuse syndrome. nurses can become injured، الممرضين ممكن يصير عندهم إيش؟ injured، إصابات، يتصاب إصابات يعني أمراض في الجهاز الحركي. however مع ذلك، if they fail to use good posture، لو أنت كنيرس فشلت في استخدام الـ good posture يعني الوضعيات الصح في الحركة والتعامل مع المرضى، ممكن تدخل في إصابات، غضروف وما إلى ذلك. لو أنت تعاملت مع المرضى وقفت وقفة غير صحيحة، ممكن تصير معها غضروف. and body mechanism، لو ما استخدمتش الـ good posture والـ body mechanism الصح while performing this activity، وانت بتأدي الأنشطة، تعمل المريض، تعمل له exercise، تحمله، تنقله، لو ما استخدمتش الجود بوستشر والبادي ميكانيزم الصح، ممكن تدخل في انجد إصابات زي مثلا الغضروف، الباك اك، ألم الظهر وما إلى ذلك. تمام. في هنا عنا تيبل بيحكي عن هاي السيستم، وعنا الإفكت، عنا إيش السيستم. مثلا الماسكولار، العضلات، هتصير عندك ضعف العضلات، ديكريز تون، بتقلش العضلات وبيقل السايز الحجم. معروف انه العضله التي لا تتحرك تضمر، واللي بتتحرك كثير بتكبر، صح؟ وديكريز سايز، بيقل الحجم في العضله ويك نصف العضله. طبعا سكلت العظام اللي بور بوستر، بتلاقي قوام، ولما هو واقف بتلاقيه مقوس هيك او زي الهزيل هيك. كونتراكتشر، تيبس المفاصل. وفوت دروب، ممكن مع قله الحركه ايضا يصير معه ايش؟ فوت دروب، انه رجله من تحت قدمه هيك زي الفالده. اما الكارديوفاسكولار، طبيعي بتتعطل السيركيوليشن، ثرومبس، جلطات، اكثر يمكن من اكثر اسباب الجلطات هي عدم الحركه. وديبندنت اديما، لو صار عندك اديما كمان وسمعك اديما. الريسك بتاع التنفس، بولينج اوف سكريشن، بتلاقي السكريشن ضايع في المكان، في الرئه او في القصبه الهوائيه، بصعب تطلع. شالو ريسبيريشن، بتلاقي تنفس سطحي. واتلاكتسز، اتلاكتس معناها كولابس للالفيولاي او كولابس لللنج، اللنج بتنكمش لانه فيش حركه، فيش انشطه. تمام. ضل السكريشن جوا، ان تنفس عضلات الصدر مش قادرات يتوسعوا كتير، فالنفس سطحي. او ايش؟ واتلاكتسز، لان اللنج ما تتنفسش كويس، فبصير لها ضمور في الاخر. هذا يعني جدول كويس ومنيح. على اليورينري، ايش بتادي قله الحركه على البول؟ قال لك اوليجيوريا، طبيعي. مش قلنا في شابتر الفوليك اثيتر انا المرضى ممكن يخليه امبيوليت، يمشي، المشي بوصل الدم كيف للمكان، بيخلي المكان دافي وسيد ريلاكس وينزل بول. فيش مشي، المكان ما بيصيرش دم، فيش بول كتير، اوليجيوريا. يورينري تراك انفكشن، التهابات البوليه، الكولاي حصاوي، اند انكونتيننس سيرس بول، انابيليتي تو كنترول في اليمينيشن سواء للبول او للبراز.
الجاسو انتستينال على الجهاز الهضمي، انوركسيا يعني لوس اوف ابيتايت سوشهيه، كونستيبيشن لما مش قلنا من علاج الكونستيبيشن خلي المرض يمشي، وفيكال امباكشن تحجر البراز. على الانتجيومنتري على جهاز المناعه براشر سورس او على الجلد، يعني بقصد في الانتجيومنتري اللي هو الجهاز الجلد السكين طبيعي، وانت قاعد طول اليوم يصير معك السر قرحه او سورس. على الاندوكراين الغدد بتقل الميتابوليك ريت طبيعي، لما انا بتحرك بزياده معدل الايض بيزيد، تتحرك ايش في الشكلوري اللي تحرقها انت، فبيقل معدل الايض ولسه بيزيد بيقل، وبيقل الهرمون سكريشن في فرصة الهرمونات. على السنترال نيرفس قال السليب باترن ديستريبيونس بتعطل او بصير خلل في مركز النوم، وسايكو سوشيال تشينج تلاقي نفسك تعبان، او انت هيك مش بقول لك الرياضه هيك تحدي المزاج، فايضا مشاكل في النوم ومشاكل في النفسيه. نيجي على المينتينينج جود بوستشر، كيف انا احافظ على قوام جيد او استخدم البوستشر الجيد. قال ايش معنى بوستشر؟ ايش مصطلح البوستشر؟ قال هي بوزيشن اوف بودي، وضعيه الجسم، او الواي ذا واي طريقه ان ويتش ات از هيلد، يعني اما البوستشر او الواي الطريقه الويتش ات از هيلد اللي انت ماسك جسمك فيها. قال لي افكت A person appearance بتأثر على مرض الشخص، بتلاقي من والله هذا ما شاء الله وقفت وقفتك جمل، واقف كويس، هذا البوستشر صح، وبتأثر على الابيليتي قدرته تو يوز ماسكو سكيلتال سيستم افيشنتلي يعني بشكل فعال. فالبوستشر الكويس بيأثر على شكلك وبيأثر على قدرتك تستخدم عضلاتك وجهازك الحركي بشكل جيد. الجود بوستشر قال لي وذر ان ستاندينج، سواء في الوقوف وانت واقف توقف وقفه صح، سواء وانت سيتنج جالس او قاعد، او لاينج متمدد تمام، سواء البوزيشن واقف او قاعد او متمدد هيك نايم. يعني ديستريبيوت جرافيتي ثرو ذا سنترال اوف بادي اوفر، بتتغير مركز جاذبيه فوق البادي اوفر وايد بيس اوف سبورت، لانه عندك مركز جاذبيه بيحمل اغلب وزن جسمك. اند ات از امبورتنت فور بوث كلاينت اند نيس، فانك الجود بوستر كويسه للكلاينت وللنيس ايضا، مش بس للكلاينت او مش بس للناس. الجود بوستشر از امبورتنت فور بوث كلاينت اند، مهمه جدا. لو قال في الامتحان الجود بوستشر هي للناس اونلي، لا كلاينت اونلي، لا هما الاثنين مهمين لاي واحد. هذه هي الجود بوستشر، قال لك هذا اللاين اوف جرافيتي، مش كثير انت اخذته انه مركز الجاذبيه اعتقد، وحصنت عن الساكرم او شيء زي هيك في النص، هي السنتر اوف جرافيتي دي هيك في النص، هي انت واقف صح، كيف رجليك سبعه وراسك لفوق وايدك على جنبك، يعني هذه سموها الوايد بيس اوف سبورت، انه انت لما تحمل شيء ثقيل تلاقوا انتوا لعيبه الحديد اللي بيحملوا اوزان ثقيله، تلاقي بيفتح رجليه هيك زي السبعه، هذه وقفه الجيش زي السبعه هيك بالضبط، هيك بيحمل اوزان ثقيله عادي، تلاقيك وراسه جاي مركز الجاذبيه في النص هيك، شايفين هذه بالضبط، هذه الجود بوستشر. قال لي الجود بوستشر هذه بتساعد الالاين جرافيتي، خط الجاذبيه هذا ثرو من خلال سنترال اوف بادي، انه يمرق من خلال مركز الجسم. A wide stance الوقفة الواسعة هذه بروفايد بتوفر لك stable base of support تدعم، لما انت بدك تعمل شيء ثقيل وسع رجليك زي هيك، اعملهم زي السبعة وسعهم بدهم عن بعض، هيك بتحمل انت شيء ثقيل وبكون موزع على كل الجسم تمام. When a person perform work لما الشخص بيأدي عمله work while using both posture وبستخدم وهو بيأدي عمله يعني قوام او وقفة او وضعية مش صح، بصير معه مصل سبازم. انت ليش وانت بتسبح مثلا بصير معك ستيف مصل سبازم، او انت فجاه وانت قاعد ايدك شدت ورا، بتلاقي انت عندك سوء استخدام العضله، واقف مش كويس، قاعد مش كويس، قاعد غلط، فجاه حركت ايدك صار معك مصل سبازم تشنج في العضل. ايش يعني مصل سبازم؟ صدن فجاه اند فورس فول قوي انفولنتري مصل كونتراكشن، يعني كونتراكشن شد عضل لا ارادي قوي وفجاه، هذا بسموه مصل سبازم او ستيف. They occur more often بيحدث ترى بشكل كبير when muscles are strained لما تلاقي العضلات تك بتشد and forced to work beyond their capacity لما انت بتشد العضلة وبتعملها جهد اكثر من طاقتها beyond اكثر من الكباسيتي قدرتها هذه. نجي على standing الوقوف، قال لي to maintain good posture in standing position كيف انا احافظ على good posture وانا واقف اثناء الستاندينج بوزيشن. قال لي keep feet parallel خلي رجليك التنتين متوازيات برا المتوازيات. اثنين distribute weight equally on both foot يعني وزع الوزن والحمل والثقل تاع جسمك او اللي انت حامله
على القدمين مش على قدم واحدة، لا، خلي القدمين يحملوا وزن متساوي، القدمين يحملوا وزن متساوي. 2، bend the knee slightly to avoid straining joint. هنا كمان شغلة مهمة، انه انت خلي النية ركبة تنهى ايش تعمل، بند اثني ركبتك شوية، اثني ركبتك شوية عشان ايش تمنع يصير ستريننج، تمزق للمفاصل، اثني ركبة شوية. مينتين ذا هيب ات ان ايفن ليفل، خلي حاول ان الحوض يكون على مستوى واحد، ايفن ليفل يعني مستوى متساوي. بول ان باتوكس، شد الباتوكس اند هولد ابدومين، وشد الابدومين اب، يعني شد الباتوكس وارفع الابدومين لفوق. اند ان تو كيب ذا سباين بروبلي الاين، عشان تحافظ على الحبل على العمود الفقري السباين بشكل الاين عمودي، فشد الباتوكس لفوق والابدومين لفوق هيك، فبصير عندك تحافظ على العمود الفقري انه الاين. هولد ذا شيست اب، خلي صدرك هيك نفخ لفوق. اند سلايد فورورد، اذا شيست اب للامام وارفع لفوق، شيست خليه اب اند فورورد للاعلى شويه. كيب شولدر ايفن، خلي الشولدر متساويات، مش واحد فوق واحد تحت، لا خليهم متساويات. اند سنترد اباف هيب، وخليهم ايش يعني مركزيه فوق الحوض، الكتفين يكونوا تقريبا بشكل متوازي مع الحوض لفوق. هولد هيد اذكت، خلي راسك واقف اذكت بشكل صحيح، with face forward، وجهك للامام بالضبط زي وقفه الجيش بالضبط، رجليك سبع مفتوحين واقف للامام، ايديك متساويات، واحيانا مع ترفع لما تحمل اثقال تثني ركبتك شويه، وكل شيء كويس ومتساوي. هذه هي الجود بوستشر اثناء الستاندينج، هذه هي بالضبط. هي عندنا بول بوستشر، هي جود، وهنا بول ايضا. شايفين الجود راسه للامام واقف، شولدر مع الهيب، و100% رجليه هيك سبع وكذا. طب هنا قال لي هي البالانس ابرايت بوزيشن بوستشر، هنا البول الهيد، شايفين الهيد هنا فورورد مش كويس، تمام. الباك از فلات، شايفين الظهر كيف هيك منحني، هنا ايضا الهيد از فورورد، هو نزل راسه لتحت. راوند شولدر، والشولدر تاعته كمان راوند، وسوي باك ايضا الباك تبعه مش عدل، ويك اب مصر. هذه هي الوضعية الصحيحة، شايفين كيف؟ هذه هي الجود بوستشر أثناء الستاندينج. سيتنج، وأنت جالس، قال لي إن جود سيتنج بوزيشن، لما تكون جالس جلسة كويسة، ذا باتوكس أند أبر تاي بيكم بيس أوف سبورت، يعني بدك تحط كل الدعم وكل الوزن وكل الثقل على وين؟ على الباتوكس والأبر تاي، على الفخذ من فوق والباتوكس، بتصير هي السبورت. فالجود سيتنج بوزيشن الباتوكس والابر تاي هم البيس اوف سبورت. بوث فيت ريست اون فلور، خلي رجليك التنتين مرتاحين على الارض مش معلقين، لا اقعد حط كل الثقل على الباتوكس والابر تاي، وخلي رجليك مرتاحين على الارض. ذا ني ار بنت، اثني الركبه، وذ ذا بوستيرور اوف ني، الجزء الخلفي من الركبه، فري فروم ايدج، يعني خالي من اي اطراف، اوف تشير يعني ابعده عن طرف الكرسي، تمام، عشان تتجنب الانترفيرنج وذ ديستال سيركيوليشن. لو انا قاعد والركبه من جوا جالسه على الكرسي مضغوط عليها هيك، انا عملت اعاقه للدوره الدمويه، لا خلي الركبه نهايه الركبه، اللي هو قال لك خلي البوستير اوف ني، الجزء الخلفي من الركبه من تحت فري، خالي من الايدج من الاطراف، انه ما يكونش قاعد على طرف الكرسي، فخلي النيم منحنية بنت، والبوستير جزء منها خالي من الإج، إن ما يقعدش على طرف الكرسي الإج أوف تشير، عشان تتجنب اللي هو إعاقة الدورة الدموية. هاي الجود بوستشر بالظبط، طلع عليها بالظبط، هاي ظهره واقف تمام هيك، وراسه منحني 100%، حاطط كل الدعم والثقل على الباتوكس وعلى الأبر تاي، رجليه على الأرض قاعدين، شايفين النيل البوستير ني بعيد عن الكرسي، بعيد عن الإج تبعت الكرسي، بعيد عن حافة الكرسي. تمام، هي قال لك هذه جود ليفت، هنا الثانية بوض، تمام هذه بوض، شايفين ليش هيك ثانية ظهره مش كويسة، وهذه كمان أيضا إيش مش كويسة، هيك قاعد هيك والثانية راسه ويعامل، فقال لك كان هي الجود اللي على الليفت، بوض اللي في السنتر واللي على الرايت، وما ضل إيش بوض مش كويسين، ممنوع تحط رجل على رجل، كمان مش كويس إنك تحط رجل على رجل. لاينج داون، وأنت نايم متمدد، قال لي الجود بوستشر إن لاينج بوزيشن، استخدم قوام كويس وضعية كويسة وانت حتى في اللونج بوزيشن، لوك ذا سيم از ستاندينج بوزيشن، بالضبط كأنك واقف، نفس الحكي وانت واقف
طبقه انت نايم except person is horizontal، ما عدا اذا كان ايش الشخص horizontal يعني بشكل ايش horizontal افقي. The head and knee muscle are in neutral position، خلي الهيد الراس وعضلات الرقبة في neutral position في وضعية الاعتدال. Centered between shoulder، انها تكون في النص بين مين؟ بين كتفين. Shoulder are level، الشولدرز الاكتاف على ليفل مستوى، تمام نفس المستوى. Where's the arm، الذراعين والهب and knee، الذراعين والهب الحوض والني ركبة slightly flexed، خليهم ايش؟ flexed تمام. With no compression، وابعد عنهم اي ضغط of arm or leg under body، يعني ابعد اي ضغط من الليج او الارم تحت جسم. فخلي حاول انه الارم الذراعين والهب الحوض والني شويه فليكس، تمام شويه فليكس بدون اي كومبريشن. او الليج اندر ذا بودي، اذا ترانك از ترايت ستريت، هيك يعني الترانك اللي هو ايش يعني ترانك اللي هو الصدر مع الابدومن، يكون هيك شويه ستريت متمدد هيك طولي. اند ذا هيب ار ليفل، على نفس مستوى الحوض. الليجز ار برل، الليجز يكونوا متوازيتين تو ايتش اذر، متوازيين مع بعض يعني. وذ ذا فيت ات رايت انجل تو ليج، انه الفيت القدم على الرايت انجل الزاويه اليمين تو ليج، قال لك انه الليج برل متوازيات تو ايتش اذر، توازيت مع بعض، وتلاقي معهم مين؟ مع الفيت ات رايت انجل، على الرايت انجلز تو ليج، انه الفيت ايضا على الزاويه اليمنى مع الليج، يعني تلاقي الفيت شويه ايش جايه مع الليج، ممكن مشغولنا في شويه فليكشن، فيفضل كمان ايضا حتى تحط مخدبين الركبتين بكون كويس. هي اللاينج داون تمام، هاي اللي علفت على الشمال هي كوركت لاينج بوستشر، انها تكون شايفين الراس مع الكتف هيك او بالنص ومعتدل وكذا، هذه غلط وضعي، هذه انكوركت لاينج posture. البادي ميكانيزم قال لي the use of، خلصنا البوستشر القوام او الوضعيه، نيجي على شو قلنا good posture، هنا نستخدم good body mechanism. ايش هي البادي ميكانيزم؟ قال لي use، استخدام بضبط body mechanism، الاستخدام الصحيح للبادي ميكانيزم. قال لي efficient use of the musculoskeletal system، يعني الاستخدام الجيد او الكافي لجهاز الحركه. increase muscle، لما تستخدم انت البادي ميكانيزم بشكل جيد هذا بيزود المسل افكتيفنس، بيزود فعاليه العضلات وبيقلل الفتيج. اند هيل، بيساعد انه يتجنب الريبيتيف سترين انجري، بيساعد انك تتجنب اللي هو اصابات السترين، شد العضل والارهاق والتعب. هذا الاستخدام الجيد للبادي ميكانيزم. نجي على البوزيشننج كلاينت، وضعيات المرضى، ايش الوضعيات اللي بستخدم؟ قال لي الجود بوستشر اند بادي ميكانيزم اند اسيستيف ديفايس، الجود بوستشر 100% والبادي ميكانيزم قلنا عنه، والاسيستيف ديفايس ادوات المساعده هي نيسيسري ضروريه وين ان اكتيف كلاينت، لما يكون المريض ان اكتيف بيتحركش كثير. ان اكتيف كلاينت ريكوايرد بوزيشننج اند موفينج، بده يتطلب بده حركه بوزيشن وضعيات وبده موفينج، فبدنا جود بوستشر له وبادي ميكانيزم جيد وادوات مساعده للمرضى الانكتيف. قال لي ان انكتيف كلاينت بوزيشن از تشينج، الاكتيف كلاينت تانا بده نغير وضعيته تو ريليف بريشر اون بوني اريا، اللي اخذناها في البشر السا في القرحه تمام، قلنا بدنا نغير الوضعيه عشان نتجنب اللي هو نقلل الضغط على المناطق اللي فيها بون، اللي فيها عظام او بروزات عظميه، بروز عظمي في الجسم. بروموت فانكشنال موبيليتي، ايضا لما بغير الوضعيه بعزز اللي هو وظيفة الحركة. الالاينمنت ذات مينتين ذا بوتنشال فور موفمنت اند امبيوليشن، انا بحاول انه احافظ على مين؟ انه احتمال انه الحركة والامبيوليشن، نحاول قدر المستطاع انه المريض شوية يمشي ويتحرك عشان ما يصير ينسى هاي الوضعية او هاي الحركة. اند بروفايد فور ثيرابيوتيك نيد، وبدك تقدم له بعض الاحتياجات العلاجية. البرنسبلز فور بوزيشننج، ايش هي المبادئ للبوزيشننج للوضعيات؟ قال لي هنا تشينج ذا ان اكتيف كلاينت بوزيشن ات ليست افري تو اور، كلام عارفينه احنا زمان، اي مريض ان اكتيف مقعد بدريدن بدك تغير له وضعيته كل ساعتين على الاقل، على الاقل ات ليست افري تو اور. ان ليست اسيستنس اوف ليست وان
another caregiver. فبدك تختار مساعد، حدا assistance يساعد، تمام، كل شوية واحد يقدم الرعاية ويساعد فيها. raise the bed to height of caregiver elbow، يعني خلي ارفع السرير لعند الالبو تبع اللي بيقدم الرعاية عشان ظهره ما ينكسرش. فارفع السرير يكون على مستوى مين؟ على مستوى الالبو تبع الشخص بيقدم الرعاية. remove pillows and positioning device، شيل المخدات والادوات تاعت مين؟ البوزيشننج ديفايس اللي هي ادوات اللي بتخلي الوضعيه كويسه، تمام. انفاستن درينج تيوب فروم بيد لاين، شيل الانابيب والتيوب من جنب السرير. تيرن كلاينت، حرك المريض، هذا قبل ما تحركه يعني، بعدين حرك المريض لما بدك تحركه يعني، قال لك جيب حدا يسندك، ارفع السرير للقلبه وشيل اي اداه بتساعد في البوزيشن واي درينج اي فوليكاتر اي شيء زيك بربيش ممكن يعيقك شيله من المكان. وبعدين ترن، حرك الكلاينت از ا كومبليت يونت، كوحده واحده، حرك المريض كوحده، اثنين بدهم يحركوا زي في الطوارئ، واحد بمسك من الراس وواحد من جسمه وبنحركه كله مره واحده، تمام، ككومبليت يونت عشان تتجنب التويستنج للسباين، تتجنب الالتواء للحبل الشوكي او العمود الفقري. بليس كلاينت ان جود الاينمنت، خل حط المريض في جود الاينمنت يكون عدل 100%، والجوينت سلايتلي فليكسد، الجوينت المفاصل شويه فليكس، تمام. ريبليس وبدل المخدات والبوزيشن ديفايس، يعني حط عشان تعدل الوضعيه، وضعيه ثانيه مثلا تحط مخده على الشقه الثانيه وش زي هيك. سبورت ليمز ان فانكشنال بوزيشن، ادعم الاطراف عشان فانكشنال بوزيشن في وضعيه اللي هو الحركه بتاعتهم، حركهم زي اللي هي range of motion ROM. use elevation to relieve swallowing or promote comfort، يعني استخدم الاليفيشن، ارفع رجليه او كذا عشان يعني تقلل التورم وتعزز الراحه. provide skin care after repositioning، اعمل سكين كير، نظفه، غسله، مسح الوجه وكذا بعد ما تغير مين الوضعيه. هاي اللي بنسبول للبوزيشن. فبالمختصر بقى كل ساعتين غيرها، ارفع السرير للقلبه، شيل اي شيء بعيقك، بعدين حرك المريض وتعامل معاه كوحده واحده ككومبليت يونت، تمام، وبعدين اشياء عاديه. نيجي للكومون بوزيشنز، الوضعيات العامه او الشائعه. الكومون بوزيشن اللي الناس commonly use six body position، يعني عندنا ست وضعيات بنستخدمها بشكل عام when caring for bedridden client، في عندي ست وضعيات بستعملهم مع المرضى البدريدن المقعدين اللي بيتحركوش. اول واحدة السوباين بوزيشن اللي هي نايم على ظهره، اثنين لاترال بوزيشن نايم على جنبه، ثلاثة لاترال اوبليك بوزيشن يعني نايم على الجنب هيك مع شوية مائل، براون بوزيشن على بطنه، سيمز بوزيشن هنشوفها في الصورة افضل، وفاولر بوزيشن شبه قاعد. واحدة واحدة نشوف. قال لي السوباين بوزيشن هي البيرسون لايز متمدد على الباك، شايفين سهلة، على الباك هي السوباين، الصباين على الحبل، على الحبل على العمود الفقري صباين. There are two primary concerns associated with spine position، في عندك اثنين برايمري يعني كونسيرن، اهتمامات شغلتين مهمين لما تنيم المريض على الصباين. واحد البرولونج بريشر، بدك تاخذ بعين الاعتبار ضغط الطويل على ونيم صباين، especially the end of spine lead to skin breakdown، لما يظل نايم على الظهر فترة طويلة برولونج بيعمل skin breakdown ulcer. الجرافيتي جاذبية combined with جاذبية مع البرشر على التوز فروم بيد لينين على الأصابع من شرف السرير تعمل لك potential for foot drop، خاصة لو المريض نايم، تمام، وانت حط الشراشف أو البطانية على رجله ومخلي هاي الشراشف، ايش عاملة هاي البطانية؟ مخلية قدم رجله هيك مثنية لتحت هيك، فهذا راح يؤدي مع فترة طويلة لفوت دروب. قال لي بير من ايش مع فوت دروب؟ بير منانت ديس فانكشنال، بير منانت يعني دائم، ديس فانكشنال سوء الوظيفه، بوزيشن وضعيه سيئه للفوت القدم من تحت، كوز باي شورتنينج اوف كالف ماسل. لما انا اضل القدم من تحت الفوت عامله اكستنشن طويل هيك بسبب البطانيه اللي عليها هذه، بيصير شورت للعضله تبعت الكالف ماسل، تمام، شورت للكالف ماسل اند لينث، وبتطول مين؟ الاوبوزنج ماسل. مش قلنا احنا لما بحرك انا شقه بتطول عضله وتقصر، تقصر عضله ثانيه، هذه هيك بتقصر الكالف ماسل وبتطول الاوبوزنج ماسل العضله الثانيه من الانتيريور ليج، هذا هو الفوت دروب. هي السوباين بوزيشن نايم، شايفين هذه هي القصد فوت دروب، حطينا البطانيه هيك
وحطها هيك، فظلت تالي فترة طويلة ممتدة زي اكستنشن، راح تقصر الكالف مصل وراح تطول هذه العضلة اللي فوق وتضل هيك طويلة وقصيرة لفترة طويلة، وهذا بيرمننت دام يسموه ايش؟ فوت دروب. اما اللاترال بوزيشن، تمام، قال لي انا اللاترال بوزيشن ايش؟ اللاترال بوزيشن سايد لاينج هي ايش يعني؟ سايد لاينج نايم على سايد على الجنب، لاينج نايم، نايم على جنبه هيك. الفوت دروب از ليس، هي انا اقل خطر. فوت دروب بتصير وين؟ في الصباين. اما هنا اقل خطر انه يصير فوت دروب بيكوز انه الجرافيتي داز نوت بول داون، الجرافيتي هنا ما بتشد الفوق الفوت لتحت الفيت، تمام، از هابن وين كلاينت صباين، مش زي الصباين. الصباين هنا شايفين الجاذبيه والبطانيه بيعملوا ضغط للاسفل، نوت بول داون للفيت. طيب نيفر ليس، نيفر ذير ليس، قال لي unless ما لم الابر شولدر اند ارم ار سبورتد they may rotate forward and interfere with breathing. Never there less is يعني فيش اي موانع ما لم انه الابر شولدر جزء من الاعلى والارم والذراعين ار سبورتد ندعمهم، اذا ما كانوش unless ما لم انه يكونوا مدعمين they may، اذا مش مدعمين باي شيء ممكن اعملهم ايش؟ rotate، اعملهم دوران forward هي زي ما هي في الصورة للأمام and interfere with the breathing عشان إيش؟ يمكن تدعم التنفس وتعزز. هذه هي الوضعية الكويسة، ينام زي هيك، يحط مخدة بين ركبتين عشان نمنع الألصر بينهم، تمام، ومخدة ممكن هيك يعني تدعم التنفس وما إلى ذلك. lateral oblique position هو صح نايم lateral هيك، ولكن يعني هو بين الصباين وبين اللاترال. قال لي اللاترال اوبليك بوزيشن هي فاريشن اوف سايد لاينج بوزيشن، يعني اختلافات في السايد لاينج بوزيشن. الكلاينت لايز اون ذا سايد، المريض نايم على جنبه على السايد، وذ توب ليج بليست ان 30 درجه. توب ليج هذه، تمام، توب ليج موضوع على 30 درجه اوف هيب فليكشن اند 35 درجه اوف ني فليكشن. فالني فليكشن شوي 35 منحنيه شوي 35، وهذه الله انه قال لك لاي على السايد على النايم على الجنب، ود انه الليج بليس الليج حطها على درجة 30 من الحوض، يعني رفعها 30 على الحوض، تمام، والني عملها فليكشن 35. The calf of top leg is placed behind the، يعني حاط الكالف على زي مخدة هيك. ال midline of body on support such as below، تدعم هنا بسبوت، شايفين هنا الميد لاين حطيها مخدة وراها زي هيك، فهي بين وضعية بين الجنب وبين الصباين. أما البراون بوزيشن قال لك هي one in which the client lies on abdomen، المريض نايم على بطنه هي on abdomen. Is an alternative position for the person with the skin breakdown، هي alternative position، وضعية بديلة للبيرسون اللي معاه skin breakdown، واحد معاه ألسر بظهره نايم على بطنه، تمام. The brown position هي provide good drainage، بتوفر لك good drainage from bronchioles، لو عنده مشكلة في البرونكال أو شيء زي هيك تعمل لك درينج انه بتطلع السوائل من الرئة. stretch the trunk and بتعمل تمدد للقفص الصدري مع الابدومن وللاطراف، and بتحافظ على الهيب is extended position، بتخلي الحوض في وضعية extended تمدد. it is improve arterial oxygenation، مهمة جدا البراون بوزيشن، بتحسن الاكسجين في الارتري، ارتري اوكسجينيشن ان كريتيكال البيشنت، في المرضى اللي في العنايه اللي معهم الادلت ريسبيرتي ديستريس سندروم، فهي المرضى اللي معهم ار دي اس، الار دي اس هذا يفضل انهم عاملين على البراون بوزيشن، بتحسن التنفس عندهم. اند اذر هو، تمام، اند and other who are mechanically ventilated، أو مريض على mechanical ventilation جهاز تنفس صناعي، فمريض مع SRDS اللي هي RDS إيش معناها قلنا؟ ال RDS اللي هي respiratory distress syndrome، أو مع أو على mechanical ventilation، فهذا اللي بدون له كويس، بتحسن الأكسجينيشن arterial oxygenation. قال لي البراون بوزيشن هنا عن إيش بتعمل؟ البراون بوزيشن Post nursing challenge for assessing the communicating with the client، فهي بتعيق ال communication، تواصل مع الناس مع المريض. however مع ذلك it is uncomfortable، هي مش مريحة لل client اللي معهم recent abdominal surgery أو back pain، مع back pain
او مع ابدومينال سيرجري ممنوع تنام على الابدوم، هي مش مريحه بتكون له الابدوم. تمام. السيمز بوزيشن، هنا السيمز بوزيشن هي سيمز، هي سيمي براون بوزيشن، يعني بتشبه شبه البراون. كلاينت لايز اون ليفت سايد، هو نايم على الليفت سايد، وذ رايت ليج، رجل اليمين داون اب توارد تشيست، نايم على بطن تشبه البراون، لكن رجله اليمين منثنيه لفوق وايده اليمين هيك، شايفين هي بالضبط هي. الكلاينت لايز اون ليفت سايد، هي نايم على الليفت سايد. تمام. الرايت ني داون اب، هي الرايت ني، رجل اليمين داون اب للاعلى، up toward the chest، نحو الشيست هي لفوق. The left arm is positioned along client back، هي شايفين الليفت ارم ايدها الشمال، اذا هذه ايده الشمال ورجله الشمال متمددين هيك، اما رجله اليمين ايده اليمين منثنين زي هيك. على ال allowed lean forward. Sims position هي used تستخدم لل examination of procedure involving rectum and vagina، هي كويس جدا للريكتم وللفاجينا، تشيل الريكتم كويسه ووضع التحاميل. توقف هنا والله يعطيكم ألف عافية.